بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم عدد ورق الأشجار، ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن العبد إذا وقع في ضائقة، إذا وقع في مشكلة، وقال يا أرحم الراحمين ثلاثا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن هناك ملاكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. فإذا وقع العبد في مشكلة وقال يا أرحم الراحمين، جاءه الملاك الموكل بها وقال له: يا عبد الله، ها هو الرحمن الرحيم قد أقبل عليك بنفسه، فاطلب منه ما تشاء. وصلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جاءني جبريل وميكائيل عليهما السلام في المنام، فقال جبريل: يا ميكائيل، زن محمدا بعشرة من البشر، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم. فقال جبريل: وميكائيل، زن محمدا بمائة من البشر، فوزنني بمائة من البشر فرجحت بهم. فقال جبريل: يا ميكائيل، والله والله لو وزنت الحبيب محمدا بأهل السماوات وأهل الأرض لرجحت كفة الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا رسول الله الذي تقول عنه كتب السيرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. يقول سمرة ابن جندب رضي الله عنه: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بخته قعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة كان القمر فيها بدرا، فأخذت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر، فوجدت وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. اللهم صل على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طريق النور. برحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل طبعا التواصل اللي هتضح على حضراتكم على الشاشة بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنواصل حديثنا في موضوع مهم جدا: إزاي تعرف إن ربنا يحبك؟ قلنا المرة اللي فاتت إن في خمس علامات لو موجودين عندك يبقى ربنا أكيد بيحبك، يبقى أنت تقديرك ممتاز بلغة التقديرات في الجامعات. لو عندك أربع علامات يبقى أنت يدوبك جيد جدا، لو ما فيش عندك ولا علامة يبقى أنت ضد جيم. في خمس علامات تعرف بيهم إن ربنا راضي عنك ولا لأ، خمس علامات تعرف بيهم إن ربنا بيحبك ولا لأ. العلامة الأولى اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات الابتلاء. الابتلاء مش معناه غضب ربنا، لكن الابتلاء معناه امتحان الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية اللي تعرف إن ربنا بيحبك بيها ولا لا هي محبة الناس. العلامة الثالثة هي حسن الخاتمة. العلامة الرابعة هي التوفيق للطاعة. العلامة الخامسة هي الأنس بذكر الله سبحانه وتعالى. إن الواحد دائما وأبدا يأنس عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. النهاردة بنواصل حديثنا حول العلامة الثانية.
العلامة الثانية اللي معناها إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. من أهم هذه العلامات طبعا محبة الناس. إذا أحبك الناس فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة خدوا بالكم بينادي في السماء، وبيقوله سبحانه وتعالى ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. يبقى ماشي كده وحصل الأرض بيحبه، يبقى ماشي وطوب الأرض بيحبه. لذلك أنت ممكن تقابل واحد كده أول ما تشوفه أول مرة كأنك تعرفه من 10 سنين، فتقول له: والله أنا استريحت لك. وممكن تشوف حد تاني فتنفر منه. ليه؟ لأن الأرواح يا جماعة جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك يبقى الناس بتحبك هي كمان، وده دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كما جاء في الحديث الصحيح نادى على جبريل إنه يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويجعل له القبول في الأرض. وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا، ربنا ما يكره عبد، لما ما يحبش عبد سبحانه وتعالى ينادي على جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل أترف. أترف يعني إيه؟ يعني وسع له بقى في أسباب الدنيا، خلاص يبقى عنده كل حاجة، فعشان ما تبقاش له حجة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ساعات أنت تستعجب أو كده تقول: فلان ده ما بيركحاش، ما بيعرفش ربنا، ما بيصليش، ومع ذلك الدنيا جياله، عنده فلوس وعنده وعنده وعنده. وفلان ده بيصلي من الجامع للبيت ومن البيت للجامع وبيحافظ على كل حاجة وملتزم جدا، ومع ذلك حياته صعبة قوي. فأنت تستعجب قوي وتقول: الله، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيكرمش اللي بيصلي ده في الدنيا؟ خدوا بال حضراتكم، عايز أقول لكم حاجة هامة جدا. الله سبحانه وتعالى، بقول لكم الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا سبحانه وتعالى لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان ولا الدين إلا لمن أحب. بسألكم كده بالله عليكم يا جماعة، يا أحب المشاهدون أينما كنتم، هو ربنا كان بيحب قارون ولا كان بيكرهه؟ ربنا سبحانه وتعالى كان ما كانش بيحب قارون، لكن مع ذلك ربنا اداله. ربنا بيقول لنا: واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. لا حول ولا قوه الا بالله. اتيناه المفاتيح بس كانت تقيله، او ما بالك بقى بالاماكن وما عنده من مال وثراء. المفاتيح كانت حاجه تقيله جدا. ربنا ما كلمش عن الكنوز اللي عنده، لكن كلمنا عن المفاتيح. فربنا سبحانه وتعالى بيعطي الدنيا، خدوا بالكم، لمن يحب ومن لا يحب. فاوعى تفكر ان ربنا اما الدنيا جايه لك وانت منكب على المعاصي ان ربنا بيحبك، لا، ده ربنا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عشان كده ربنا بيقول لجبريل على العبد العاصي اترف. اترف يعني وسع له، يبقى عنده حاجات كتير قوي، عشان لما يجي يقف قدام ربنا ما تبقاش للعبد حجه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. اقول له: يا رب كنت بدور على فلوس ما كانش معايا فلوس. اقول له: لا، ده كان معاك فلوس كتير جدا. كنت بدور على كذا، لا، كان عندك منصب كويس قوي، ومع ذلك لم تتقي الله، ومع ذلك لم تحافظ على الصلاه. فخدوا بالكم، اذا احبك الناس يبقى دليل على محبه ربنا سبحانه وتعالى، واذا ابغضك الناس فذلك دليل على بغض الله سبحانه وتعالى وبعدك عن منهج ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي العلامة رقم 2 اللي أعرف بها إن ربنا بيحبني ولا لا. العلامة الثالثة اللي أعرف بها إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولا لا هي التوفيق للطاعة. هتسألوني يعني إيه التوفيق للطاعة؟ يعني إذا أحبك الله سبحانه وتعالى وفقك لطاعته. اوعى تفكر انك انت بتصلي كده، لا، انت ربنا رضى عنك والهمك الصلاه فصليت لله، والهمك ذكره فوفقك لما يحب ويرضى، زي ما قال كده في القران العظيم: ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني لو ربنا ما تابش على الناس ما كانوش تابوا ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى. يعني ايه التوفيق للطاعه؟ عشان تعرف نعرف نفهم مساله التوفيق للطاعه، خليني احكي لحضراتكم قصه عابد
واحد عابد عبد ربنا سبحانه وتعالى في جزيرة منعزلة، قعد 70 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى. خد بال حضراتكم، ما فيش حد أكرم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أخرج له الماء الزلال من بين الصخور المالحة بقدرته، وأنبت له شجرة رمان، طلع له شجرة رمان كل يوم، كل يوم شجرة الرمان تثمر رمانة، يأكل الرمانة ويشرب مية ويستغفر الله ويصلي لله ويذكر الله ويعبد الله سبحانه وتعالى. قعد على الحالة دي 70 سنة، انتهى عمره وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة عندما مات هذا العبد: يا ملائكتي خذوا عبدي هذا، خذوه وأدخلوه الجنة برحمتي. الله، أدخلوه الجنة برحمتي، فإني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين، ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليختل له ربا سوائي. قعد يعبد ربنا 70 سنة، فقال الله ملكه: خذوا عبدي وادوه الجنة برحمته. فالعبد اعترض وقال له: يا رب. العابد اعترض وقال له: يا رب، أنا لست في حاجة إلى رحمتك، أنا مش محتاج رحمتك، أنا عايز أخش الجنة بجدعنتي بشطارتي. يا رب، ده أنا عبدتك 70 سنة، أريد أن أدخل الجنة بعملي أنا، أريد وليس برحمتك يا رب العالمين. خدوا بال حضراتكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، ما حدش فينا هيروح الجنة بعمله. ليه؟ لأنك أنت لو قعدت ساجد لربنا سبحانه وتعالى منذ لحظة الميلاد إلى آخر لحظة في حياتك، مش هتجيب لربنا تمن نعمة واحدة، تمن نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الذوق. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. ما حدش فينا هيخش الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. فكلنا والله محتاجين رحمة ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين ستر ربنا سبحانه وتعالى. إن ما كانش ربنا هيرحمنا يوم القيامة، وعندما نقف أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ويتمنى الناس الانصراف ولو إلى النار، اليوم الصعب ده الناس يقولوا: يا رب خلصنا ولو إلى النار. في هذا اليوم العصيب الصعب ينادي الله سبحانه وتعالى. خدوا بال حضراتكم، ربنا حينادي ويقول: أين جيراني؟ فتندهش الملائكة وتتعجب وتقول: يا ربنا، ومن ذا الذي ينبغي له أن يجاورك يا رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أين قراء القرآن وأين عمار المساجد؟ دول جيران ربنا يوم القيامة. أين الذين قرأوا القرآن وعملوا بما فيه؟ للذين يقرؤون القرآن ثم يبارزون الله بالمعاصي، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أين الذين أنفقوا أموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فعمروا بيوت الله سبحانه وتعالى، عمروها بأن صلوا فيها وسجدوا فيها لله وأكثروا فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وهو على كل شيء قدير. العبد ربنا سبحانه وتعالى، العبد ربنا دخله الجنة فاعترض وقال له: يا رب، أنا عايز أخش الجنة مش برحمتك، بعملي. فأمر الله الملائكة، أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة، فوزنت عبادة 70 سنة. خدوا بال حضراتكم، وزنت الملائكة عبادة 70 سنة، ما جابتش تمن الرمان اللي كلوا، لا إله إلا الله، ما جابتش، بقول لحضراتكم ما جابتش تمن الرمان اللي كلوا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي
خذوا عبدي هذا وأدخلوه النار. فالعبد قال له عفوك ورضاك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين. يطلب العفو من ربنا سبحانه وتعالى، فعتبه الله سبحانه وتعالى، عتبه الرحمن الرحيم وقال له يا عبدي أخرجت لك الماء الزلال من بين الصخور المالحة بقدرتي ولا يقدر على ذلك إلا أنا، وأنبت لك شجرة الرمان وأمرتها، والله إذا قال لشيء كن فيكون، وأمرتها أن تخرج لك ثمرة واحدة كل يوم، وأنت تعلم يا عبدي أن الرمان لا يثمر إلا مرة واحدة في العام، ثم بعد ذلك أنا الذي وفقتك لطاعتي. الله، أنا اللي وفقتك لطاعتي، هو ده اللي احنا بنستشهد بيه بقى على التوفيق للطاعة. الله هو الذي رضي عنك وفقك لطاعتي، أنا الذي وفقتك لطاعتي. أفبعد هذا يا عبدي تريد أن تدخل الجنة بعملك؟ قال لا يا رب، أريد أن أدخل الجنة برحمتك. فقال الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي يا ملائكتي خذوا عبدي هذا وأدخلوه الجنة برحمتي، فإني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكرني على نعمائي أبعثه يوم القيامة صديقا وأدخله الجنة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكرني على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليختر له ربا سوائي. فأين تذهبون؟ فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على كل نعمه وآلائه. وخذوا بال حضراتكم، أول كلمة قيلت في الوجود هي الحمد لله، عندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام فعطس فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يقول الحمد لله، فقال له الحق سبحانه وتعالى يرحمك الله يا آدم. ومن هنا جاء سنة تشميس العاطس، فأول كلمة قيلت هي أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام هي الحمد لله. نسألك أحمده على إيه؟ الظروف صعبة؟ لا، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الصحة وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الستر وكفى بها نعمة. الله أعطانا خيرا كثيرا على قدره، وطلب من العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على قدرهم. ولذلك وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول الكعبة المشرفة، فوجد أعرابيا يطوف حول الكعبة ويدعو الله ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام، بيحمد ربنا على نعمة الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أعرابي إنك تحمد الله عز وجل على نعمة عظيمة. فالكل شايفيننا دلوقتي، أحسن حاجة تعملها أن تحمد الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون متضايق، ممكن تكون متوتر، ممكن تكون عندك مشكلة أو عندك أزمة أو عندك موضوع مضايقك، دائما وأبدا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وتأكد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. إذا بليت في نفسك أو في مالك أو في ولدك، إذا ابتليت فثق بالله، فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله
في كل لك الله. العلامة الرابعة اللي نعرف بيها إن ربنا بيحبنا ولا لأ، أو إن ربنا راضي عننا ولا لأ، وكلنا يا جماعة في الآخر هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى، أن نكون من الذين قضى الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذلك بطلب منكم جميعا لما تطلبوا من ربنا حاجة ما تقولوش يا رب عايز فيلا ولا شقة ولا عربية، لا، اطلب منه الرضا، فإذا رضي عنك أدهشك بعطائه. خليك طماع وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، انك بتسأل الكريم، وربنا أكرم الأكرمين. لما تطلب منه حاجة خليك طماع شوية، اطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك، وإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك أعطاك من الخير والبركات والآلاء والنعم ما لا يعد ولا يحصى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يبقى إذن العلامة اللي بعد كده اللي بتؤكد محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي علامة حسن الخاتمة. هتسألوني يعني إيه حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة ورد فيها حديث صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله. فالصحابة سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما معنى عسله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وفقه لعمل صالح في أخريات حياته فيلقى الله سبحانه وتعالى عليه. عشان طيب طبعا هنواصل حديثنا في هذا الموضوع عن حسن الخاتمة، ولكن بستقبل اتصالات حضراتكم. معايا أول اتصال، معايا مين يا جماعة؟ أسماء من الدقهلية. يا أسماء السلام عليكم. أستاذة أسماء، طيب انقطع الاتصال التليفوني، حاولي يا حضرتك تتصلي بينا مرة تانية، وإحنا يا جماعة يعني معاكم في برنامجكم طريق النور، بنجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا. وحلقتنا النهاردة عن علامات رضا الله سبحانه وتعالى وعلامات محبة الله للعبد، أو علشان ربنا يحبك، أو ربنا عشان ربنا يحبك تعمل إيه وتتصرف إزاي. معنا اتصال تليفوني آخر، معنا مختار من اسكندرية. أستاذ مختار تفضل. ألو، أنا مش سامع حاجة، ممكن تعلي الصوت شوية بس بعد إذنكم؟ ألو، السلام عليكم. أستاذ نوط التلفزيون شوية وكلمنا من التليفون، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وط التلفزيون شوية بعد إذنك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. من فضلك وط التلفزيون. لو سمحت يا أستاذ مختار وط التلفزيون وكلمنا. حاضر. اتفضل يا فندم. حاضر. الو، ايوه يا استاذ مختار اسمعك، اتفضل. اتفضل اتكلم يا استاذ مختار، انت على الهواء. والله يا دكتور. ايوه يا دكتور. ايوه اسمعك، اتفضل. دكتور اللي انت بتقوله كله دي تمام، بس اللي انت قلته لنا دي سليم 100%، بس انا عندي حاله نفسيه واكتئاب نفسي. من ايه بقى؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك يا استاذ مختار؟ والله مش عارف والله، يعني انا عشان انام ادخل انام الساعه 12. بدخل انام الساعه 10. ما بيجيليش نوم الا لما الفجر ياذن. الفجر ياذن، قله النوم، اقوم اتوضى واصلي الفجر. طيب انت عندك مشكله ولا حاجه؟ عندك مشاكل في البيت ولا حاجه؟ لا مفيش، انا عندي بس الست بتاعتي تعبانه شويه. يعني مرات معاك زوجه ومعاك ولاد والدنيا كويسه الحمد لله؟ الحمد لله. طيب عايز تشوف حل الاكتئاب ده وتنام كويس. حاضر، عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. طيب شكرا جزيلا للاستاذ مختار، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. هو مش بينام خالص، بيحط دماغه على المخده ما بينامش، يعمل ايه؟
واتصرف ازاي. ده موضوع مهم جدا. ناس كتير قوي تقول لك بقعد انام كده مفنجل عينيا لغايه الصبح، بنامش الا مع الفجر، اعمل ايه واتصرف ازاي قبل ما تنام؟ اكيد انت قلقان ومتوتر، بعندك مشكله او موضوع مضايقك، دايما فوض امرك لربنا وقول له لا كرب وانت رب. يا رب لا كرب وانت رب، انت موجود وانت قادر على حل كل المشاكل. ثانيا، عليك ان تتوضأ قبل ان تنام. ما تنساش يا استاذ مختار، وكل واحد ما بينامش كويس، اتوضأ للنوم. جبت الكلام ده منين؟ ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللي بيقول لنا يا طبعا في الحديث الصحيح من توضأ للنوم. اللي يتوضأ للنوم، واحد قبل ما ينام يتوضأ. يا ترى مين من الساده المشاهدين شايفنا دلوقتي بتوضأ للنوم؟ شو بقى ثوابه عظيم قد ايه. من توضأ للنوم بات بين دثاره ملاك يستغفر له حتى الصباح. الله اكبر. اللي يتوضأ للنوم بات بين دثاره. هتسالوني يعني ايه الدثار؟ الدثار يعني بين الطوب واللحم، ملاك بيستغفر لك ربنا ويوضع هذا في ميزان حسناتك وفي سجل حسناتك امام عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طيب اعمل ايه انا واتصرف ازاي في هذه المشكله اللي انا مش بعرف ما بيجيليش نوم؟ يبقى اول اتوضا، مهم جدا ان اتوضا، مهم جدا ان اختار ميعاد نوم ليا يكون ثابت. بالاضافه الى ذلك بقى ان انا بقدم لكم النهارده دواء وعلاج من الصيدليه القرانيه، ودواء ربنا ببلاش. بقول لك قبل ما تقرا كده اقرا ايتين من سوره الكهف يا استاذ مختار. الايه الاولى فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، والايه الثانيه وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. اقرا الايتين دول بكل تاكيد هتنام نوم عميق جدا باذن الله. وعليك ايضا قبل ما تنام تقرا المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ليه؟ لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في الحديث الصحيح ما تعوذ بمثلهما. فانت عشان تنام لازم تعمل كده، وحاول تصفي دماغك شويه، يعني ما فيش حاجه هتحدث في الكون دون اراده الله سبحانه وتعالى. احنا كده دعي المقادير تجري في عينتها يا استاذ مختار، ولا تنامن الا خالي البال، ما بين غمضه عين وانتباهتها، يغير الله من حال الى حال، فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عم وذا خال، عمك الذي انت مغمور بنعمته وخالك الذي أنت من أضراره خال، لا يقطع العنق إلا من يركبه، ولا ترد المنايا كثرة المال. ربنا إن شاء الله يشفيك ويشفي كل مريض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واوعى تكتئب أبدا، واوعى تزعل، محدش هيموت لناقص عمر ولا ناقص رزق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما اختلف الناس في كل شيء، الناس مختلفين على كل حاجة ما عدا حاجتين اتنين ما اختلفوش عليهم، أنه لا رازق إلا الله، وأنه لا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. معنا أستاذة هناء من الأليوبية. السلام عليكم. علاء من الأليوبية. أستاذ علاء حضر الشيخ، أهلا بيك يا أستاذ علاء، اتفضل. أنا حضرتك عندي دلوقتي قربة من عندك إيه يا فندم؟ قربة من المال والقلة الجهد، وأقسم لك بالله بيتنا فلوس ولا جنيه، وراضي بقدر ربنا سبحانه وتعالى. حواليا مش صابرين، يعني مش صابرين عليا. تمام. فانا برضو من حضرتك بتدعي لي ربنا يتقبل. يعني انا عايزك طبعا تصبر وتحتسب، وانه ما بفك لا يفك الكرب الا الله، ولا يشفي المرضى الا الله، ولا ينجي الهلك الا الله سبحانه وتعالى. دائما وابدا الواحد يلجا لله سبحانه وتعالى. نعم. معنا يا أستاذنا. طيب بشكرك شكرا جزيلا، وأدعو الله سبحانه وتعالى لك بالتوفيق والسداد إن شاء الله، وأن يفك الله كربك، وأن يفك الله كرب كل المكروبين، إنه لذلك والقادر عليه. معنا مين؟ ألو. معنا رضوان رجاء من الإسكندرية. أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ رجاء. ربنا يخلي حضرتك. معلش دكتور، عايز اسالك بس سؤال. انا متجوزه بقالي 10 سنين او 9 سنين عامه يعني كده. نعم. فانا جوزي اتجوزته اول سنتين كان كويس، وبعد كده بقاله دلوقتي 5 سنين انا في الشقه كاني اخته،
كل واحد في حاله وهجرني هجر تام. هو متجوز واحده قبل مني كبيره. عشت معاه كم سنه؟ كم سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي 8 سنين. 8 سنين خلفتي ولا لا؟ مخلفه منه ولدين، وهو متجوز واحده اكبر مني، كان متجوزه قبل مني. هي كان متجوز واحده ثانيه يعني؟ كان متجوز قبل مني. وسابها يعني ولا معاه برضه؟ لا معاه. الست دي عندها 70 سنه حاليا دلوقتي، وانا جوزي عنده 40 سنه. جوزك عنده كم؟ 40 سنة، والست دي عندها 70 سنة. هو عندها 70 وجوزك عنده 40؟ عنده 40 سنة، أيوة. كانت واخداه وهو عنده 24 سنة، فأخدته وربته وقاعد معاها، يعني اتجوزت. فدلوقتي هجرني وأنا بسمع الكلام بودني، أنا ونايمة في أوضة مثلا، أنا نايمة مع عيالي وهو هجرني ونايمة في أوضة الأطفال، فبسمع الكلام بعيني اللي هو بيقوله لها وهي محتوياه، لدرجة إن هو هجرني ورماني بسببها. فانا دلوقتي انا بتحس بنتي. طب يا فندم اسالك سؤال بس بعد اذن حضرتك بالراحه عليها شويه. هو فضل. يعني ايه الاسباب اللي دفعته ان هو يهجرك ويعاملك المعامله السيئه دي؟ هي بقى هي قبل كده برضك مطلق واحده بسببها، هي ممتلكاه، من مش عايزاه بقى ايه، مش ممتلكاه. مش عايزاه يجي عندك يعني البيت، بس انت ام عياله. ما هو بقى بيجي عندي هو قاعد معايا بس بيقول. هو خلف منها؟ خلف منها الاولانيه؟ لا لا لا، ده واخدها كبيره، هيخلف منها، ده واخدها كبيره يا حضرتك. طيب واخدها كبيره، تمام. انا نفسيتي تعبانه وبعيط ودموعي على خدي كل يوم، وعلى طول يعني عملت له قعده، وابويا جه اتكلم معاه واخويا وكل الناس اتكلمت معاه، يقول لك دي مريحاني، شايفها ان هي يعني انا يعني اي انا كويسه ومحترمه الحمد لله، يعني مش شكرانيه في نفسي، انا ما فيش حاجه تتعاب، بس هو شايفني مش عارفه مشاكل، يعني سكتت وسبته وهجرته. بس على يعني انا اعيط وقلت له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، كنت كل ليله بشكي لربنا واقول له يا رب انت اللي حاسس بيا، انت اللي شايفني يا رب، انت اللي عالم بيا انا بني ادمه. نعم. طيب الشغل ما بقاش يشتغل، يعني بقاله 30 سنه. طب سؤالك ايه يا ست الكل بقى؟ سؤالك انا دلوقتي بقى بتحاسبن فيه، هل هو الظلم اللي فيه دلوقتي مش شغال وحاله وقف في الشغل خالص ومقفوله في وشه بقاله سنه ونص، هل ده من دعايه ان انا مثلا مظلومه معاه مثلا؟ حاضر يا فندم، هجاوب حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. ماشي، شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. ان شاء الله يعني اجاوب على سؤال المشاهده الكريمه، ولكن بس اذنكم اخرج لفاصل قصير وراجع مكمل مع حضراتكم برنامجكم طريق النور. اتفضل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم طريق النور. بنتكلم النهاردة عن علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. برحب يا جماعة بكل أسئلتكم واستفساراتكم على وسائل التواصل اللي هتتطلع على الشاشة قدام حضراتكم. لسه طبعا بنجاوب على سؤال المشاهدة الكريمة رجاء من اسكندرية. أستاذ رجاء أو عندها مشكلة كبيرة جدا، اتجوزت من شاب واحد، طبعا كان تزوج من ست مسنة أو كبيرة في السن شوية عليه، وفي مشاكل وهو بيعملها معاملة سيئة، وطبعا هي متضايقة جدا ومش عارفة تعمل ايه، وبتسألني ممكن احاسبن عليه ولا اعني ولا لا؟ وانا بقول لها بلاش، ده ابو عيالك، ادعي له بالهداية وفهميه وعرفيه، وانا بعرفه لو شايفنا دلوقتي اي زوج بيعامل مراته معاملة وحشة وشايفنا لازم يعملها معاملة طيبة ترضي الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي قال لنا يا جماعة ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وفي أول ميثاق لحقوق الإنسان في التاريخ، ومن فوق جبل الرحمة في عرفات الله ومن فوق ناقته القصواء أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ، وتضمنت بند عجيب، بند إكرام المرأة والإحسان إلى المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم أخذتموهن بعهد الله واستحللتموهن بكلمة الله، فأوسعوا عليهن الكسوة والنفقة يوسع الله عز وجل عليكم في الأرزاق. فد الزوج ما يعني إذا زعل من مراته أو غضب من مراته حاول هو يعملها المعاملة الطيبة، وربنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كونوا سايبها وبعيد عنها ده طبعا يعني عمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبنصحها بلاش تحسبنا عليه، لكن ادعي له واقعدي معاه
فشلتي وشوفي حل، فشلتي شوفي بقى زي ما ربنا قال لنا كده. فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. خدوا بالكم ربنا قال حكم، ما قالش فتوة العيله لا، لكن الحكم يعني حد عاقل يقدر يحل هذه المشكله. وربنا معاك ان شاء الله يفك عنك ويصل لك كل امر عسير ان شاء الله، انه ولي ذلك والقادر عليه. معانا استاذ فتح الله من البحيره. استاذ فتح الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت مولانا والله اتفضل يا اخي. انا كنت عايز اطلب من حضرتك كيف اكون من الذاكرين الله كل يوم، يعني اعد من الذاكرين في السماء، الذاكرين الله في السماء. عايز تذكر ربنا يعني. ايوه، واحد شيخ بيقول لي ان انت ممكن تقرا كل يوم 100 ايه من اي سوره عادي، في حاجه غير القران مثلا اضيفها مثلا عليهم؟ تمام حاضر، اشكرك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا. إزاي ربنا يكتبنا من الذاكرين؟ كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ هل ما أرى كل يوم 100 آية من القرآن بلا ذكرت الله؟ أكيد ذكرت الله. بس ذكر الله سبحانه وتعالى ليس فقط بتلاوة القرآن، ذكر الله ليس فقط في الصلاة أو الحج أو أي عمل بتعمله ابتغاء مرضاته. ذكر الله أي عمل بتقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. الزوجة لو دخلت المطبخ وبتعمل لجوزها شوية شاي أو شوية سلطة أي حاجة، وذكرت واحتسبت في ذكر الله سبحانه وتعالى. بل ممكن انت حضرتك يا استاذ لما تيجي تنام ممكن تكون قبل وانت نايم وتاخد ثواب ذكر الله سبحانه وتعالى، انك نمت على وضوء ولما تيجي تنام بتحتسب، بتقول له يا رب انا مش بنام عشان انا مرهق فقط، ولكن انا بنام عشان اصحى الصبح اتقوى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجي اقدم محاضره هنا مثلا في هذه القناة، أو أروح جامعة أقدم محاضرة، أو أروح شغلي، أو أروح كذا. فدايما الواحد يحتسب، يعني الزوجة بتعمل لجوزها أي حاجة لو احتسبت هتاخد ثوابين، هتاخد ثواب العمل وثواب الاحتساب. فأي حاجة أنت بتعملها هي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، خلي نيتك خالصة لوجه الله سبحانه. ذكر الله أنك مش بس يا الله يا الله، لا، ذكر الله بأنك أيضا تكون تعمل خير في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله. وأفضل الذكر مثلا سيدنا النبي قال لنا في حديث صحيح ان هناك ذنوبا، خدوا بالكم كلام جميل قوي من سيدنا النبي، ان هناك ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صدقه ولكن يكفرها السعي على المعاش. وقال لنا سيدنا النبي حديث جميل قوي كمان، قال لنا من بات كلم من عمل يده. يا سلام، كلم يعني ايه؟ يعني دي وجعاه، يعني بيكلم مراته كده يقول لها من فضلك قابليني بالاكل على السلم انا جعان. من بات كلم من عمل يده يعني تعبان قوي وبيبذل جهد في عمله، امسى مغفورا له، يعني ربنا يغفر له كل الذنب، وهو بذلك يكون قد ذكر الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. معانا مين من البحيره؟ ايمان. ايمان السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا يا ايمان، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤالين. اتفضلي يا استاذه ايمان. اول سؤال، انا اختي جوزي حلمت قبل ما تموت ب20 يوم ان هي طايره في السماء وحد شايلها كده على ايديه الاثنين، فهي عشان خاطر كان جسمها مليان شويه فقالت للملك ده هو حد انت هتعرف تنزلني تاني؟ انا ثقيله خالص، انت ازاي طلعتيني فوق كده؟ قال لها لا ما تخافيش، انت خف الريشه زي ما قدرت نطلعك ان شاء الله هنقدر ننزلك. تمام. هي بعدها عرفت لنا اللي هي كلمت ربنا يعني وحصل كده، وبعدها ب20 يوم توفيت. ربنا يرحمها. تمام، السؤال الثاني. ثاني سؤال، انا عندي ابن اخويا عنده 3 شهور. ومش مبطل عياط نهائي، وكشفوا عند جميع الدكاتره مفيش فايده. ما يخرجوا بيه من البيت يبقى كويس. طب عايز اسالك سؤال يا حاجه، ربنا يكرمك، عملت له عقيقه ولا لا؟ ايوه يا ايوه حضرتك، عملوا له ذبحوا له. عملت له عقيقه؟ ذبحت له خروفين؟ ايوه، لا واحد بس. واحد بس، حاضر يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. يعني فيما يتعلق طبعا بالرؤية الصالحه اللي شافتها هذه السيده الفاضله انها تطير في السماء، وذلك انتقت رحمه الله سبحانه وتعالى. قلنا في ناس سوف تلقى الله سبحانه وتعالى، هذه كانت بشرى خير لها من الملائكه انها سوف تلقى ربها سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يغفر لها وان يسترها بسته الجميل وان يجعل قبرها روضه من رياض الجنه. اما بقى طبعا ابن اختها الصغير ده اللي ما بيبطلش عياط
على طول ومخنوق ومتضايق ومتوتر ساعات بيحصل ده. ده لأن هذا الطفل ما اتعملتلوش عقيقة. العقيقة هي اسمه اللي ما يذبحه من النعم في اليوم السابع لولادة المولود. طب الست عيانة وعاملة عملية قيصرية يوم 14 ده السنة. طب الست عيانة لسه وتعبانة ومش قادرة ولسه ما فكتش الجراحة اللي عندها يبقى في اليوم 21 بعد كده بقى في أي يوم من أيام السنة. يعني يعق عن الولد الذكر بشاتين خروفين وعن الأنثى بشاة واحدة. طب حد ما يملكش إلا ده يبقى خلاص استقر ذلك في ذمته. سيدنا النبي قال لنا في الحديث الصحيح كل غلام مرتهن بعقيقته. يعني المفروض كل واحد فينا يسأل والده ويسأل والدته عملتوا لي عقيقة ولا لا؟ عملوا له خلاص بها ونعم، ما عملوش هو يعمل لنفسه. وده طبعا أمر دي سنة مؤكدة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إهراق الدم ده عبادة لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن له التقوى منكم. بتلاقي الطفل اللي ما تعملوش عقيقة مهيبر متضايق تعبان ما بينامش مصح أمه طول الليل. لكن سيدنا النبي علمنا ان احنا نعمل عقيقة. وسيدنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين والإمام الحسين والحسن بشاتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طب واحد ما عندوش فلوس يعمل ايه؟ استقرت في ذمته. لما ربنا يديله فلوس ممكن انه يعمل ده، الأول يشتري خروف وبعدين يذبحه. طب بعد شوية ممكن يشتري واحد تاني، بعد شوية ما ربنا يفتح عليه يشتري لابنه خروفين والبنت شاه واحدة. دي مفيدة جدا بالنسبة ل طبعا أولادنا عشان إن شاء الله يبقوا كده يعني في أمن وفي أمان وأرضينا الله سبحانه وتعالى فيهم وعشان لا يحسدوا ولا يضروا وما إلى ذلك ويكونوا في حياة آمنة مطمئنة ترضى ربنا سبحانه وتعالى. معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا أخي، أتعرف بيك. عرفة غريبة، عرفة من السويس يا فندم. عرفة؟ طب اتفضل يا استاذ عرفه. ممكن بس بعد اذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون. اتفضل اتفضل يا استاذ عرفه. والله سياده الدكتور اللي الو يا فندم. اتفضل يا اخي اسمعك. والله ليا سؤالين كده. السؤال الاولاني معايا بنت مراتي، اخوها وقع في موضوع كده بالنسبه للقضيه. ابوها وقع في ايه؟ ابوها وقع في ايه؟ موضوع قضية، عنده قضية حكم قضائي. فهي عايزة تساعد اخوها لانها بتشتغل من حر مالها. عايزة ايه؟ تساعد اخوها؟ تساعد اخوها عشان يطلع من موضوع القضية اللي هو فيه. تمام، كتر خيرها، جميل. وهي معاها فلوس. معاها فلوس ايه؟ فهي عايزة تدفع له جزء حالف يمين ما تساعدش اخوها، هل هذا حرام؟ يعني الزوج حالف يمين ما تساعدش اخوها وهي عايزة تساعده لان اخوها مزنوق. تمام. في سؤال تاني؟ ده السؤال. السؤال التاني؟ هل هو حرام ان تساعد اخوها ولا ده يعتبر خروج على الدين؟ حاضر يا فندم. السؤال التاني، اذا الرجل طلب زوجته وهي صايمة صوام سنة. وهي ايه؟ إذا طلب زوجته للفراش اضطراري؟ مش سامع، صلح زوجته إيه؟ إذا طلب زوجته للفراش. للفراش، تمام. وهي بتصوم النوافل اللي هي السنن. تمام. هل هذا حرام أم حلال؟ حاضر يا فندم. وهل من حق الزوجة تطيعه أم ترفض؟ حاضر يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا. سريعا عشان طبعا وقتنا يعني كاد أن ينتهي النهاردة، لكن أو عندنا مكالمات عشان ناخدها، لكن احنا بنتكلم في قضية مهمة جدا. قضية أن طبعا أن الزوجة بتصوم دون إذن زوجها. لا ينبغي للزوجة أن تصوم صيام تطوع إلا إذا وافق الزوج على ذلك، لكن في رمضان من حقها أن هي تصوم لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا طبعا هو هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن صيام تطوع لا يجوز إلا إنها موافقة الزوج. السؤال الثاني، إن أخوها مديون ومظروفه صعبة جدا وعليه فلوس كتير قوي وهي عايزة تساعد أخوها وجوزها حلف عليها،
يعني طبعا يعني الاصل ان الزوجه بتسمع كلام زوجها الا في مرضي الله سبحانه وتعالى. يعني انا شايف طبعا ان الزوج هنا يعني حرام عليه، يعني ده يعني الاخت حاجه عظيمه جدا، الاخت بتدافع عن اخوها وبتساعد وقالت لاختي قصيه فبصرت بها عن جنب وهم لا يشعرون. يعني الاخت دي حاجه غاليه جدا، واختها ما تساعد وما فيش مشكله في هذا، لكن ما دام الزوج قد حلف عليها بالله سبحانه وتعالى فيمكن ان هو طبعا يطعم 10 مساكين، يحنث في يمينه يطعم 10 مساكين، او ما يقدرش يصوم ثلاثة أيام وهي تدي فلوس لأخوها. لكن لازم أن يعرف الزوج، لابد أن يعرف الزوج، عشان دايما يا جماعة أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. الحياة الزوجية، الحياة الزوجية بقول تاني وتالت ورابع، ينبغي أن تبنى على أن كل طرف يتعامل مع الآخر المعاملة الطيبة، تبنى على الصراحة وتبنى على الصدق، ودايما الزوجه بتعامل زوجها المعامله الطيبه والزوج بيعامل زوجته المعامله الطيبه وبيتحملوا بعض عشان المركب تمشي باذن الله سبحانه وتعالى. برحب طبعا بكل اسئلتكم واستفساراتكم على وسائل الاتصال اللي هتتطلع على الشاشه قدام حضراتكم. معانا اتصال ثاني، معانا ام يوسف. السلام عليكم. الو يا ام يوسف. طيب انقطع الاتصال التليفوني، حاول حياتك تتصلي بينا مرة تانية. أرجع مع حضراتكم لموضوع حلقتنا جد المهم جدا النهاردة، اللي هو علشان ربنا يحبك أو الله يحبك، إيه علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. قلنا من علامات محبة الله للعبد حسن الخاتمة، وقلنا يعني حسن الخاتمة إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى عمل صالح في أخريات حياته فيلقى الله سبحانه وتعالى على هذا العمل. والمهم يا جماعة وإحنا بندعي ربنا نقول اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا آخرها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. فدايما يقول لك العبرة بالإيه؟ بالخواتيم. عشان كده السلف الصالح رضوان الله عليهم ربنا ختم لهم بالإيمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في اللحظات الأخيرة قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى جاء بماء وأخذ ينضح به وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يا فاطمة أخرج الآن من هذه الحجرة رضي الله عنهما فإن ملك الموت يستأذن في الدخول. وجاء ملك الموت وبرفقته جبريل عليه السلام، فقال جبريل يا رسول الله السلام يقريك السلام ويقول لك ألك حاجة؟ عايز حاجة من ربنا سبحانه وتعالى؟ فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا تبكي يا رسول الله؟ إنه يبكي من أجلكم أنتم. قال يا أخي يا جبريل من لأمتي من بعدي يا أخي يا جبريل؟ فقال له إن الله عز وجل لن يسيئك أبدا في أمتك وسوف يرضيك فيهم، ربنا لن يسيئك في أمتك وسوف يرضيك فيهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يسيئني يا أخي يا جبريل واحد منهم يعذب في النار. فقال جبريل يا رسول الله السلام يقريك السلام ويقول لك إن من قال مخلصا من قلبه، خد بالك من الكلام مهم قوي، إن من قال مخلصا من قلبه فسوف يدخل جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الموضوع طويل، وحنواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم الحديث عن علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ربنا يكرمكم جميعا ويرضى عنكم واجعلكم من الذين قال الله في حقهم يحبهم ويحبون. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إن مصر وشعبها في حماك فاحمي حماك يا رب العالمين. اللهم إننا جميعا تحت لواك فانشر علينا لواءك يا رب العالمين. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.